وفي تصريح خاص لمركز الأخبار على هامش معرض الجواهر العربية، أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أن هذه الرعايات الكريمة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحضور سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ترجمة فعلية لاهتمام الحكومة الموقرة بهذه المعارض لما لها من أهمية كبيرة في تحقيق جملة من الأهداف الوطنية. ما في شك بأن الرعاية الكريمة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والحضور الكريم من سمو نائب رئيس الوزراء، هذه مؤشرات اهتمام كبير من الحكومة لمثل هذه المعارض. اليوم المعرض هو مؤشر لعودة الحياة لطبيعتها، ولله الحمد معرض متميز. استمرار طوال هذه السنوات هو دليل نجاح ومؤشر نجاح. عدد العارضين، عدد الشركات الموجودة كلها الحقيقة تساهم في استقطاب أكبر عدد ممكن من الأخوة في مجلس التعاون والدول العربية نظرا لأهمية هذا المعرض وما يعرض فيه. فأتمنى النجاح للأخوة القائمين على هذا المعرض.